أبناء وبناتي أهلا ومرحبا بيكم ولقاء متجدد معكم في برنامجكم مدرسة على الهواء. تعودنا معاكم في الحلقات السابقة في برنامج مدرسة على الهواء عرض تمارين كتير في البرنامج. النهارده إن شاء الله معادنا مع حلقة جديدة وموضوع جديد إن شاء الله يا أولاد يكون موضوع شيق. إن شاء الله النهارده موضوعنا النسبة المئوية أو حساب المئة. يعني إيه نسبة مئوية؟ يعني إيه حساب المئة؟ الموضوع النهارده يا أولاد في كل بيوتنا يعني كتير جدا في ايام الثانويه العامه تلاقي يقول لك ايه محمد حصل على 90% بابا راح يشتري مثلا ثلاجه او اللبس الشتوي مثلا بمناسبه الشتاء يقول لك ايه مثلا ده في خصم على الجاكيت دوت 20% يبقى اللفظ دوت يا اولاد اللفظ ده بنسمعه كتير جدا يبقى لفظ النسبه المئويه او حساب المئة او الطالب ده جاب كام في المية يبقى اللفظ النهاردة يا ولاد موضوعنا هو النسبة المئوية او حساب المئة ايه هي النسبة المئوية اللي هي حساب المئة ايه هي النسبة المئوية من اسمها كده ان هي نسبة يعني ايه نسبة بتتكون من مقدم وتالي بسط ومقام تمام يعني ايه رأيك مثلا زي دي مثلا 3 على 4 دي نسبة عادية انما ايه هي يا مستر ابراهيم النسبه المئويه بقى؟ النسبه المئويه تبقى نسبه الحد الثاني بتاعها 100 يعني ايه مثلا؟ يعني مثلا اقول لك 15 على 100 اه دي نسبه مئويه. دي نسبه مئويه ليه؟ لانها نسبه حدها الثاني 100. يبقى لما اجي اعرف النسبه المئويه هقول له ان هي نسبه حدها الثاني 100. زي ايه يا اولاد؟ يبقى النسبه المئويه، تعريف النسبه المئويه معايا؟ النسبه المئوية ها هي نسبة ولما اقول لك نسبة تقول لي يبقى مقدم وتالي بصوا مقام نسبة حدها الثاني مئة يعني مثلا خمسة وسبعين على تمام آه اتناشر على طيب الخمسة وسبعين عالمية دي تكتب في صورة نسبة مئوية ازاي تكتب في صورة نسبة مئوية يا ولاد تكتب بص بقى شوف يلا عشان تبقى فاهم نكتبها لك بقى تتكتب ازاي؟ تكتب في صورة بص 75 اذا 100 هي مصر بس احط علامة في المية يبقى الشرطة المية لو على نقطتين دول يبقى علامة في المية يبقى 75 على 100 تقرأ 75 في المية طيب خد يلا واحدة تانية 12 على 100 ها لو انا حبيت اكتبها في صورة نسبة مئوية اكتبها ازاي؟ هتكتب 12 في المية وتكتب 12. هي تكتب 12 اهي تكتب 12 في المية يبقى خلاص الكلام يا ولاد النسبة المئوية هي نسبة حدها التاني مية طب مستر إبراهيم هل يمكن وضع النسبة العادية إلى نسبة مئوية يعني إيه مثلا عندي نسبة زي مثلا ثلاثة اربع هل يمكن وضعها في صورة نسبة مئوية يمكن ركز معايا كده يبقى يقول لي ضع أو حول أو أكتب في صورة ضع في صورة نسبة مئوية يلا يا ولادي حبايبي بالراحة كده معايا لو جيت قلت لك 3 على 4 دي نسبة عادية ازاي احولها الى نسبة مئوية ايه رأيك اضرب في 100 يعني ليه يا مستر ابراهيم اضرب في 100 عشان احولها لنسبة مئوية او اضرب فوق في 100 واعمل تحت في 100 يبقى انا احولها نسبة مئوية يبقى تحويل النسبة العادية الى نسبة مئوية بالضرب في 100 يلا نضرب في 100 ها يبقى هنقول له اللي هي 100% يعني يبقى نقول له بتساوي 3 في 100 على 4 تدي كام؟ 300 على 4 تطلع 75 في المية يبقى إيه اللي أنا عملته؟ أنا ضربت في 100 وقسمت على الأربعة ضربت في 100 وقسمت على الأربعة تطلع 75 في المية طب واحدة تانية 2 على 5 ها برضو نفس القصة عايز أحولها كام في المية هم ضربها في 100 اللي هي 100 في المية يبقى التحويل الكسر العادي او النسبة العادية الى نسبة مئوية اضرب في مية يبقى خمسين في مية تطلع اربعين في المية يبقى لو انا عندي نسبة وعايز احولها الى نسبة مئوية تضرب في مية لا دي سهلة او طب هل ممكن لو انا عندي نسبة مئوية هل ممكن ان انا ارجعها واخليها نسبة عادية يمكن يلا يا سيدي حول الى نسبة وديك مثلا ايه مثلا آه 65% يلا ايه ده بقى طب ال 65% هي اصلها 65 على 100 يبقى ال 65 اصلها 65 على 100 هفكرك اللي انت كنت في الوحده الاولى بتقول 65 الى 100 طيب وممكن اختصر النسبه بقى يلا اختصر على الخمسه فيها 13 على الخمسه فيها ال 20 إيه ده بقى؟ يبقى 65% نسبة مئوية تم تحويلها إلى نسبة عادية. طب واحدة تانية، 40% ها؟ حول إلى نسبة عادية، يبقى 40% أصلها 40 على 100. طيب وبالاختصار واحد يقول لي طير الصفر مع صفر، يعني أنت قسمت على 10، هيبقى 4 على 10، واقسم على 2 تبقى 2 على 5. يبقى أنا حولت النسبة المئوية إلى النسبة العادية. يبقى خلاص الكلام يا ولادي حبايبي لو انا عندي نسبه مئويه وعايز احولها الى نسبه عاديه اقسم على 100 ولو عندي نسبه عاديه وعايز احول نسبه مئويه اضرب في 100 تمام يبقى ده ده ايه يا ولاد النسبه المئويه طيب كتير جدا يقول لك ايه بقى دي بنسمعها كتير جدا حتى عندك انت في سنوات يقول لك ايه مثلا حصل مصطفى حصل مصطفى على درجه جاب كام مصطفى جاب 22 اه وعشرين من خمسة وعشرين درجة في مادة مادة الرياضيات احسب النسبة المئوية ها مصطفى حصل على درجة 22 وعشرين من خمسة وعشرين يا ترى حصل على كم في المية يبقى هنقول له النسبة المئوية لدرجة الرياضيات النسبة المئوية ها لدرجة الامتحان بتاعه أو في الرياضيات. جايب كام؟ جايب 22 يا مستر. من كام؟ من 25 يا مستر. عايز أحول نسبة مئوية؟ اضرب في 100 يا مستر. لا والله سهلة. يبقى أنت بتضرب في 100%. في عايز تحول الكسر العادي أو النسبة العادية إلى نسبة مئوية؟ سهلة جدا. اضرب في 100. يلا اضرب 22% في مية على 25 تطلع لك 88%. في المية. يبقى مصطفى جاب 88%. في المية. طب يلا اخويا السنه دي في الامتحان الثانويه العامه مثلا من 400 ولا وعشرة جاب 350 يبقى كام في الميه؟ يبقى نقول 350 عن مجموع الكلي في مية يلا بقى اي مساله عندك تقدر تجي وتقدر تكتبها في صوره نسبه مئويه بكل بساطه لو عندك عدد وعايز تجيب النسبه المئويه بتاعته اضرب اقسم على العدد على العدد الكلي واضرب في مية طيب تعالوا مع بعض نشوف نمط تاني من الأسئلة جميل جدا كتير جدا يا أولاد نروح نشتري مثلا أي أجهزة كهربائية بابا يروح يشتري جهاز كهربائي أو ماما تروح تشتري أي أدوات من أدوات المنزلية تسأل التاجر وتقول له أنت, انت هتديني خصم قد إيه انت هتديني خصم قد ايه او نسال التاجر ونقول له مثلا التلاجة دي بكام فيقول لي مثلا ب 5000 جنيه نقول له طب ما ينفعش تنزل لنا من سعرها يقول لي اه طب ماشي هنزل ينزل السعر ده يعني خصم يلا مع بعض نشوف سؤال جميل ونشوف هنعمل ايه بيقول لك قميص سعره قميص سعره سعره كام 65 جنيها قميص يا اولاد ب 65 جنيه طب وعليه خصم وعليه خصم 15% احسب سعره بعد الخصم رحنا نشتري قميص من محل ملابس لقينا القميص مكتوب عليه 65 جنيه قبل الخصم وعليه خصم 15% جيت انت نزلت مع بابا راح بابا قال لك ايه بقى بما انك ولد شاطر بقى يا عبد الرحمن ولا ولا مارينا بقى انت في سنه سته قولي لي بقى الخصم ده هيبقى كام وندفع للتاجر كام ساعتها تعمل ايه بقى يبقى لازم تبقى ولد ناصح طب اعمل ايه انا عندي سعر القميص 65 جنيه وهنخصم من من, من سعره 15% يا ترى سعره بعد الخصم بقى كام يعني في حلين ممكن اول حاجه تجيب الخصم اللي هو 15% من ال 65 جنيه يطلع لك المبلغ اللي انت هتخصمه والمبلغ اللي طلع ده اطرحه من ال 65 يعني ايه يعني اجيب له الخصم بتاعي 15% من ال 65 يعني 15 على 100 في 65 طلعت الخصم، المبلغ اللي هيطلع ده هو المبلغ المخصوم، اطرحه بقى من ال 65 جنيه بتوعك تعرف الثمن بعد الخصم. لا إما عندي حل تاني يا إيه هو الحل التاني؟ سعر القميص قبل الخصم أو قبل التخفيض إلى الخصم اللي هو التاجر هيديه إلى سعر القميص بعد الخصم. تمام؟ قبل الخصم الراجل التاجر ده كان عايز يبيع بنسبة مية في المية تمام؟ خصم 15% وكلمة خصم خلي بالك اللي قاعد بيتابع الحلقة خصم يعني طرح من المية في المية هو كان عايز يبيع بمية في المية لما القميص ما اتباعش قال لك اخصم طب ما الخصم ده يبقى المية أنا مش هبيع بمية أنا هطرح ال 15 من المية يبقى بعد الخصم التاجر ده هيبيع بنسبة مئوية تقدر ب 85% جت منين في 85%؟ طرح ال 15% من المية في المية تمام ارجع لرأس السؤال قميص سعره 65 جنيه قبل الخصم 65 جنيه طب يا ترى سعره بعد الخصم يبقى كام س اه انت كل حاجه عندك يا مستر ابراهيم تعملها لنا كده مقياس الرسم عملت لنا كده التقسيم التناسبي مسائل كتير جدا عملناها يا ولاد الرياضه دي ممتده يعني ممتد. انت ممكن تبقى في ثالثه اعدادي وتلاقي نفسك بتستخدم معلومه كانت عندك في سنه رابعه شفت بقى معلومه كانت عندك سنه خمسه حاصل ها سامعك بتقول اهو حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين كتير جدا بسمع ولادي حبايبي بيقولوا لي ايه بيقولوا ايه طرفين في وسطين يعني ايه كلمه طرفين في وسطين يعني هتضرب الطرفين في الوسطين لا احنا نعبر بقى احنا باسلوب جميل بقى نقول ايه حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين يلا معايا لو انا عايز اجيب السعر بعد الخصم اه شوف ز... شوف بقى انا شايف الناس بتقول ايه اهو يلا بص اه كام في كام على كام؟ 65 في 85 على 100% 65 في 85 على 100% يلا نروح نعمل الناتج في صفحه جديده اجهز معايا يلا نقول له س بتساوي س بتساوي 65 في 85 على ال 100 65 في 85 طبعا 85% على 100% في المية. طيب يلا يا ولاد حبايبي بسرعه 65 في 85 واللي يطلع قسمه على 100 على 100 تطلع لك كام؟ تمن القميص شوف بقى هيبقى كام يا نهار ابيض التاجر هينقص لي منه هيبقى 55 و25 من 100 اهي 55 و25% جنيها يعني 55 وربع جنيه كان هيبيعه ب 65 لا ده بقى ب 55 25% كده اه حلو والتاجر كده جميل وخصم لي انا اقدر اشتري السلعه يبقى فادني الدرس ده فادني جميل جدا فادني وانا بحسب الدرجه كام في الميه جبت كام في الميه في امتحان الرياضه في امتحان انجليزي في امتحان العلوم فادني في الخصم انا دلوقتي رحت اشتري حاجه مع بابا ولقيت مكتوب على الحاجه دي عليها خصم كذا بدل ما بابا بقى يزعلني احسب بقى الخصم لا نقول بقى انا احسب لك الخصم يا بابا احنا خدناه طب حاجه تانية يا اولاد برضو بتنفعنا كلنا يجي يقولك ايه بقى بص بقى معايا كلنا في بيوتنا ممكن نتعرض للموضوع ده بيقول ايه اودع محمد اودع مبلغ 2000 جنيه في مصرف او في بنك في مصر أودع محمد ألفين جنيها في مصرف بنسبة ربح هيربح عشرة في المية في المية احسب جملة المبلغ بعد سنة من الإيداع طبعا عشرة في المية سنويا كتير جدا جدا بنسمع الموضوع دوت حتى لو ما بنسمعوش في بيوتنا احنا بنسمعه وانت قاعد بتتفرج في على مسلسل في برنامج تلاقي يقول لك ايه ده البنك ده بيدي نسبه ربح 10% ببقى عايز اعرف ايه الموضوع دوت طب يلا مع بعض نشوف السؤال اودع محمد مبلغ 2000 جنيه في مصر مع 2000 جنيه قال اروح عينهم في البنك البنك بيدي ربح 10% احسب جمله المبلغ بعد سنه من الايداع ايه ده بقى؟ طب يلا معايا بالراحة. أكيد المبلغ وهو محمد بيحط المبلغ كان 2000 جنيه قبل ما يحط قبل الإيداع. يبقى هنقول له قبل الإيداع اللي هو إيه؟ إيداع إيه؟ إيداع المبلغ قبل الإيداع إلى الربح إلى بعد الإيداع. تمام. قبل الايداع المبلغ بتاع محمد كان يمثل ميه في الميه البنك بيدي ربح عشره في الميه سامع يا حبيبي يقولوا ايه ايوه نطرح بقى نطرح ليه انت بتقول ربح يعني كسبت لما كان خساره انت طرحت يبقى لما يبقى ربح حضرتك تجمع يبقى الميه في الميه وحط عليها عشره في الميه تبقى ميه وعشره في الميه ايه ده بقى جت ازاي ما احنا جمعنا العشره في الميه مع الميه في الميه بقت ميه وعشرة تمام يالله معاي طيب اودع محمد مبلغ الفين جنيه يبقى الالفين جنيه دي قبل اي هو معاه 2000 جنيه ولا زادت ولا قلت راح يحطهم في البنك يبقى قبل الايداع المبلغ بتاع محمد كان الفين جنيه احسب المبلغ بعد الايداع او بعد سنه من الايداع اهو احسب المبلغ بعد سنة من الإيداع يا ترى هيبقى كام؟ والله جميلة نعمل إيه بقى يلا ها ها حاصل ضرب الطرفين أنت كل حاجة عندك يا مستر إبراهيم حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين تمام خاصية جميلة أو خاصة التناسب طول ما أنت بتدرس رياضة والله هتحتاجها حتى لو في الجامعة هتحتاجها حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين يبقى صاد اللي هي جملة المبلغ بعد الإيداع يا ترى المبلغ هيبقى كام؟ هنقول له 2000 في 110 على ال 100، 2000 في 110 على ال 100، ممكن واحد شاطر يقوم عامل ايه؟ الشاطر بقى يقوم يقول لك انا هقسم بقى على ال 100 الصفرين دول يروحوا مع بعض، شفت بقى الشاطر ده؟ ها ايه رأيك؟ وراح عامل ايه؟ الصفرين ينزلوا و2 في 11 ب 22، شفت اتحسبت من غير أي حاجة، يبقى اتحسبت لي من غير أي حاجة. يبقى تاني قلنا قلنا جمله المبلغ بعد الايداع هتبقى 2200 جنيها يبقى يا ولاد دلوقتي انا عندي المبلغ قبل الايداع والربح وبعد الايداع فعلا ال 2000 جنيه بعد سنه بعد سنه ال 2000 جنيه هيبقوا 2200 جنيه طيب يلا مع بعض نقولها كمان مره قبل الايداع كان 100% والربح بتاعك كان 10 في المية ها يبقى بعد الايداع هيبقى كام هيبقى 110% في المية طيب يبقى 2000 جنيه وص يبقى المبلغ بقى طب لو عايز احسب الربح هقول له ايه الربح بقى ها 2000 في 10 على 100 لو عايز احسب الربح بتاعي هيبقى 2000 في 10 على 100 هيجي لك الربح 200 جنيه يبقى فعلا هو كسب 200 جنيه بعد سنه من الايداع جميلة اسئله كلها مش بعيدة عننا ومش بعيدة عن رياضة استخدام الرياضيات في الحياة العملية ده فعلا الرياضة يا ولاد مادة جميلة أو بتخاطب بقى العقول وتخاطب انت في حياتك العملية كل اللي احنا قلناه دلوقتي موجود في حياتنا وفي نمط حياتنا بص السؤال الجميل بيقول لك ايه اشترى خالد شقة تمليك بمبلغ 150 ألف جنيه اشترى ولا ده حبايبي كله يسجل معايا كل الاسئله اللي بترد في الحلقه اشترى خالد شقة تمليك خالد اشترى شقة تمليك بمبلغ 150 ألف جنيه تمام وبعد أن باعها بعد ما اشتراها قعد شوية معاه وباعها وبعد أن باعها باعها وجد أن نسبة خسارته ياه ده خسر تمام كام نسبة خسارته فيها كانت خمسة في المية خمسة في المية احسب ثمن بيع الشقة تمام يلا معايا يا ولاد ركز برضو مسألة في حياتنا كلنا واحد اشترى حاجة وقعدت معاه شوية وباعها قد يكون ان هو باع بنفس الثمن يبقى ولا كسب ولا خسر وقد يكون باعها بتمن اعلى من التمن بتاع الشراء وفي الحالة دي يتقال عليه مكسب وقد يكون باع بتمن أقل من تمن الشراء وفي الحالة دي يسمى خسارة طيب ركز معايا كده اشترى خالد شقة تمليك بمبلغ 150 ألف جنيه يبقى ده ثمن الشراء وبعد أن باعها يبقى باعها وجد أن الخسارة بتاعته 5% احسب ثمن البيع يبقى أنا عندي يا أولاد شراء ممكن نعملها في صفحة تانية إلى خسارة إلى بيع يبقى هفصل التلات حاجات دول شراء وخسارة وبيع تعالوا معايا في صفحة جديدة ونحط المعلومات بتاعتنا بقى يلا معايا هنقوله ايه يلا عندك أول حاجة شراء إلى خسارة دي انه خسر إلى بيع تمام كان شاري الشقة ونسبة شرائها تمثل 100% خسر 5% لما خسر يبقى لازم النسبة المئوية بتاعة الشراء تقل فلازم تطرح انت شارب 100% وخسرت خمسة يبقى هيبقى وخمسة؟ ده لو بقت وخمسة يبقى انا كسبت لا خسرت يبقى تنقص المية في المية لما شيل منها خمسة في المية تبقى خمسة وتسعين في المية تمام لأنه خسر ارجع لرأس السؤال اشترى خالد شقة تمليك بمبلغ 150 ألف جنيه يبقى ده ثمن الشراء اشتراها ب 150 ألف جنيه ثم باعها اه باعها صاد احسب ثمن البيع بالخساره اللي هو عمل طيب ايه رايك لو ضفت لك مع المطلوب واحسب الخساره خسر كام يلا مع بعض يا ولاد لو عايزين نجيب بقى ثمن البيع حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين يبقى ص اللي هي مين ثمن البيع ص اللي هي ثمن البيع هقول له ألف اهي في 95 على 100 95% طبعا على 100% قد يكون الطالب شاطر يطير الصفرين مع صفرين يبقى قسم على مية مفيش مشكلة وممكن يعملها على طول على الآلة الحاسبة برضه تديله الإجابة على طول. يبقى باع بكام يا ولاد؟ باع ب 142500 جنيه. ده تمن البيع اللي هو باع بيه. لو جيت سألت طالب وقلت له هو كان شاريها ب 150000 وباعها ب 142500 جنيه. تقدر تقول لي خسر كام؟ هيقول لي يا مستر إبراهيم أنا 150000 أشيل منهم 142500 يبقى ده خسر 7500 جنيه. طب لو عايز اتاكد؟ عايز اتاكد. يعني انا دلوقتي انا عرفت دلوقتي انه هو خسر، لو حبيت اجيب الخساره. لو عايز اجيب الخساره اللي هو خسرها هطرح ثمن الشراء اللي هو الف جنيه، صح؟ ناقص ثمن البيع اللي هو باع بيه. يطلع 7500 جنيه، يبقى هو خسر 7500 جنيه، لو انا عايز اتاكد. ارجع لمسالتك تاني هرجع لك الورقه تاني حالا ارجع لمسالتك تاني وبص الخساره تيجي ازاي اهي مسالتك اهي لو عايز اجيب الخساره اهي سميها مثلا س يلا اقول له ايه 150000 في 5 على 100 حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين تعال نعملها في ورقه في نفس الورقه اللي ونشوف الناتج هيطلع كام طلع 7500 يبقى احنا صح ما طلعش يبقى احنا في حاجه غلط ونعيدها تاني يلا معايا الخساره بطريقه تانية بقى من خلال مسالتي اقول له ايه؟ 150000 في 5% واللي يطلع يتقسم على 100% تمام؟ ممكن اطير الصفرين اهم يبقى انا قسمت على 100 واقوم ضارب ده في ده. يلا حط الصفرين اهم و5 في 15 ب 5 اه الحق يا مستر ابراهيم ده طلعت فعلا من الخساره 7500 جنيه. جميله. شفت؟ استفدنا. لما طرحنا ثمن الشراء شلنا منه ثمن البيع عرفت الخساره. طيب تعالى نشوف مثال تاني برده الدرس كله يا ولاد ده متعلق في الحياه جامد جدا كله موجود في الحياه. احسب ثمن البيع لاجهزه كهربائيه تم شرائها بيقول لك احسب يلا معايا كل ولادنا حبايبنا ينقلوا احسب ثمن البيع عايزين نحسب ثمن البيع احنا كنا دايما بقى ثمن البيع لمجموعه من الاجهزه الكهربائيه تم شرائها بمبلغ اتنين وسبعين الف جنيه وكانت نسبه المكسب والمكسب اتناشر في زي اللي فاتت بالظبط يلا معايا هنقوله شراء إلى مكسب الله اشمعنا اللي فاتت؟ اللي خسارة. الشراء كان 100% احسب ثمن البيع لمجموعة من الأجهزة الكهربية تم شرائها بالمبلغ ده والمكسب 12% يبقى المكسب 12% يبقى البيع ب 112% ل 112 عشان الراجل قال لك مكسب. طيب الشراء اللي اشتراها ب 72,000 جنيه احسب ثمن بيعها البيع هيبقى بسين يلا ونفس القصة نقول له سين بتساوي 72 ألف في 112 على 100 يبقى ثمن البيع لأنه قال لك احسب ثمن البيع ثمن البيع هيبقى 72 ألف جنيه في 112 على 100 على 100 صفرين هم ونضرب بقى 7000 طبعا 72 ألف جنيه خلاص كده يبقى سبعة تلاف ومتين في ميه واتناشر يا ترى هيبقى كام تمانين الف بص يا ولاد معايا كده هو اشتراها باتنين وسبعين الف جنيه انا حطيت الاتنين وسبعين الف جنيه هم بتوعي اتنين وسبعين الف جنيه خلاص طيرت السفرين اضرب بقى سبعميه وعشرين بتوعي في ميه واتناشر يطلع تمانين الف ستميه واربعين جنيه طبعا 72000 في 112 على 100 تطلع 80,640 جنيه ده ثمن البيع. ولادي حبايبي طبعا شفنا المساله جميله بدات كان شاري الحاجه ب 72000 جنيه عليها مكسب 12% يا ترى باع بكام؟ لو عايز اجيب بقى المكسب بتاعي ممكن بقول له ألف في 12 على 100 اقدر اعرف المكسب بتاعي اولادي حبايبي شكرا ليكم على حسن استماعكم شكرا لكل عاملين ببرنامج مدرسه على الهواء وقناه مصر التعليميه على الاعداد الجميل شكرا لكل اولادنا حبايبنا على امل بلقاء في حلقه قادمه ان شاء الله دمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته